السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. النهاردة يا جماعة نتكلم عن موضوع خطير جدا، ياريت الكل ينتبه إليه. سوف أتكلم عن سحر تعطيل بوقف الحال. إيه ده؟ يعني هو في حاجة اسمها سحر تعطيل وقف حال؟ هل من الممكن أن يكون فيه سحر عند ساحر؟ ليس بغرض التفريق بين الزوج وزوجته ولا بتعطيل الزواج للبنت العزباء، يبقى فيه سحر خاص ان حالي يقف. ايوه، بعض الناس بطبيعة الحال يعني هنلاقي اللي دايما يعترضوا، اقول له بس اصبر عليا، اننا لا نتكلم بشيء الا بدليل. في البداية حابب اقول ان الله سبحانه وتعالى هو الرازق، كلنا متفقين على دي؟ ايوه تمام. نحن نعلم ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هل تعلم ان هناك اسباب تمنع من الرزق؟ بداية دعني اقول لك ان ذنوبك قد تمنعك من الرزق. انت بتقول ايه؟ اللي بقول لك عليه هو ده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث صحيح. انت عايز تقول ان الرزق مكتوب لكن بسبب ذنوبي اتمنعت من الرزق؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح، خلي بالكم عشان انا داخل دخلة شرعية ملهاش دعوة خالص بتفسير الاحلام ولا بالسحر ولا الكلام ده كله، لان لازم اقصر المسألة دي للرد على بعض الجهلة اللي هم بيعملوا نفسهم فاهمين في كل حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل اجتزئ منه، قال: وإن الرجل، انتبه انتبه أختي الكريمة، وإن الرجل لا يحرم الرزق الذنب يصيبه. يعني مع أن رزقك مكتوب قد تحرم منه بسبب الذنب. طيب دي مالها ومال اللي بنتكلم فيه؟ لا، ده دي مقدمة علشان تفهم ان من الممكن ان يكون لك رزق عند الله، لكن قد تكون هناك أشياء تمنع وصول الرزق إليك. ده مش بس كده، ده أنت أحيانا سبحان الله تكون أنت السبب في وقف حالك، بعيد عن موضوع سحر وقف الحال، وهنتكلم في الكلام ده كله دلوقتي. يبقى النهاردة عرفنا أن أنا عندي رزق مكتوب عند الله، نعم، أحرم منه أيضا، نعم، بسبب الذنوب وبسبب بعض الأعمال التي قد تكون سبب في وقف الحال. وطبيعة الحال يا جماعة عايزين بس نبقى فاهمين ان اي سحر مهما طال لابد ان ينتهي، مهما طال لابد ان ينتهي. فكما ان الرزق سببه السعي، قد لا يأتي اليك بسبب جلوسك وعدم سعيك، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالسعي في الارض والضرب في الارض. طيب انا لو ما سعيتش رزق هيجي لي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ لا مش هيجي. فقد يكون الرزق مكتوب لكن هناك بعض الأسباب، وطبعا كل ده راجع إلى قدر الله سبحانه وتعالى. ما في شيء في هذا الكون إلا ويجري على مراد الله سبحانه وتعالى. تعالوا نخش في الموضوع عشان ما نطولش أكتر من كده. في علامات من الممكن أنك تشوفها على بعض الأشخاص اللي هم من الممكن يكون مثلا ابن أو أخ لك، أو تكون أنت نفسك. تلاقي مثلا شخص تاجر ربنا فتح عليه ومس عليه، يوم واحد يروح يعمل له عمل عند ساحر بوقف الحال، يفاجأ بتغيرات غريبة ممكن تحصل عليه. ايه هي؟ فجأة كان الرجل ده كان نشيط جدا، كان نشيط جدا، وسبحان الله العظيم شعلة، ودماغه دي شغالة وفي التجارة، وفجأة لقيناه عايز يقعد في البيت، وبقى بيتكاسل وكره الشغل وعايز ينام على طول، ومش عايز يروح الشغل ده خالص ولا يفتح المحل. بتشوفوا الكلام ده؟ ايوه بنشوفه. انا عن نفسي شفته لبعض الاشخاص انا اعرفهم. هذه العلامة لما نشوفها على شخص يكون في المقابل نشيط وربنا فاتح عليه و الى اخره، لا نبدأ نشك ان فيه قضية سحر. 2، ما بتشوفش شخص يكون مثلا في المحيط اللي انت عايش فيه، او يكون اي احد من اقاربك كان هيموت على وظيفة معينة، وبعد ما ربنا كرمه ودخل في الوظيفة دي وقبل
ومشي فيها فترة فجأة سابها مع انه كان هيموت عليها. التغييرات دي لازم يكون وراها شيء، ما تجيش كده، دي من الممكن ان يكون فيها سحر بوقف الحال. بعض العلامات الخاصة بقى في الجسد، ألم في أسفل الظهر، وأحيانا يصاحبه ألم في الأكتاف. طبيعة الحال، علشان برضو محدش يتكلم ويقول مش عارف إيه، لا 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 لا، أي ألم عضوي اذهب للطب الأول. أنا اللي بقول لك اذهب إلى الطب الأول. الطب قال لك أنت ما فيكش حاجة، يبقى أنت فهمت الموضوع فيه إيه. تلاتة، تنميل في الأطراف، أروح للطب الأول قال لي ما فيش أي مشاكل، لا، يبقى أنا لما أشوف العلامات دي بتتجمع فيا ومعظم العلامات دي أبدأ أفهم إن في حاجة اسمها سحر بوقف الحال. آخر علامة العزلة والانطواء. ده كان شخص يعني ما يحبش يقعد في البيت، يطلع من الشغلانة دي ويخش في الشغلانة دي ويلف ويروح ويجي ويشوف التجارات، و فجأة قاعد في البيت منطوي ومش عايز يكلم حد. هذه الرؤية أو هذه العلامة تدل على أن هذا الشخص فعل له فعل ما يسمى بسحر تعطيل التجارة أو بوقف الحال. دي بعض العلامات. ندخل على بعض الأحلام. ذكرت لك أحلام، عفوا، ذكرت لك علامات تشوفها بعينيك مع بعض الأعراض في الجسد. تعال بقى نذكر بعض الأحلام اللي ممكن نفس الشخص اللي معمول له سحر بوقف الحال يشوف العلامات دي في المنام. أول علامة رؤية الوقوع في حفرة، بس بشرط تكرارها، تكرار هذه الرؤية، مع العلم إن الأحلام دي تكون مصاحبة لبعض الحالات أو العلامات اللي ذكرتها. حالة واحدة ما ينفعش نقول عليها سحر تعطيل تجارة أو وقف حال، لازم مجموع العلامات مع مجموع الرؤى تتكون في شخص واحد. هنا بنجزم بفضل الله تبارك وتعالى إن ده هيبقى سحر، وعلى فكرة كل حاجة محلولة، وده يعتبر من السحر البسيط السهل اللي ممكن أي معالج لسه مبتدئ يفكه، على فكرة عشان يبقى فاهمين يعني. فرؤية حلم الحفرة مع تكرارها، أو أحبال تتقطع مع تكرارها، أو هدم جسور، مش شرط التكرار في دي، إن أنا أشوف نفسي إن أنا ماشي على جسر وفجأة الجسر ينهدم. أو رؤية السباحة في بحر، مع شرط أساسي عدم الوصول إلى الشاطئ، أنت مش عارف توصل للشاطئ. دي برضو رؤية من الرؤى العجيبة اللي بتدل على وقف الحال. الرؤية اللي بعد كده إنك ممكن تشوف نفسك بتصلي، طب دي حاجة حلوة، لا، وتشوف نفسك إن أنت مش عارف تكمل الصلاة، عدم إتمام أو إكمال الصلاة. أيضا من بعض الرؤى التي من الممكن أن يراها هذا الشخص السير في الظلام لفترات طويلة، يحس إن هو طول الحلم ماشي في ظلام. آخر رؤية معانا وهي البحث عن الثياب ولا يجدها. ذكرت لك دلوقتي حوالي 9 أو 10 أحلام مع 5 6 علامات كلها تنصب في أن هذه الحالة عندها سحر تعطيل بوقف الحال، ينبغي أن يذهب إلى معالج، والموضوع بسيط بفضل الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.